الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى امبارح جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف، وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة بتعمل على تعميق الصناعة المحلية وإحداث طفرة كبيرة في قطاع الصناعة من أجل تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة صادراتنا. كمان رئيس الوزراء قال أن الدولة بتركز على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر لكي تصل مساهمته في الاقتصاد الوطني ل 65% ده خلال الثلاث سنوات المقبلة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها قيام دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدماً بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقاً من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجياً. لذلك فإن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية بترتكز على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر ليصل مساهمته في الاقتصاد الوطني ل 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وامبارح وخلال جولته بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات أكد فيها بأنه لا يمر أسبوع إلا ويتم زيارة مصانع للقطاع الخاص، وبيتم كل يوم استهداف صناعات وقطاعات بعينها. فشغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مضطردة خلال الفترة المقبلة، وكيف تحدث طفرات هائلة في هذا القطاع من أجل تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة صادراتنا. وامبارح وفي ختام جولته بعدد من المشروعات التنموية والصناعية بمحافظة بني سويف، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتفقد القرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف. أيضاً تفقد المعامل التكنولوجية وقاعات التدريب بمركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف، واطلع على الأنشطة والبرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها داخل المركز، والموجهة لشباب محافظة بني سويف من الطلاب وخريج الجامعات في مجالات بناء القدرات الرقمية والتأهيل لسوق العمل الحر العالمي واحتضان الشركات الناشئة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية لأفراد القوات المسلحة والتواصل مع أبناء الشعب المصري. وبتأتي الزيارة في إطار جهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع المدني والمنشآت الطبية ذات البعد الإنساني ودعم دورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع روحهم المعنوية.